بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم مبدئي الطلاب، طلاب برايمري 4، مع حصه جديده من حصص مستر ساينس مع مستر شريف الهواري. يا رب دايما بخير يا اولاد. طبعا بشكركم على كل تعليقاتكم الجميله في القناه، وان شاء الله هنخلص المنهج بتاعنا الناقص، درس النمبر 5، ليسون 5، نخلصه ان شاء الله ونبتدي نحل مع بعض اسئله، وهنزل لكم شيت مهم جدا فيه اسئله مهمه ريفيجن على منهج الترم الثاني بالكامل ان شاء الله. اهم حاجه نعمل فولو للقناه ونعمل متابعه لجروب مستر ساينس على الفيسبوك، عشان خاطر لو لما ينزل الشيتات واي طبعا فيديوهات تكونوا انتم متابعينها على طول وجاهزين لمتابعه الفيديوهات دي يا ولاد. الحصه اللي فاتت كان فيه هوم ورك انا كنت اديتهم ليكم او اديته ليكم، اللي هو كان فيه سؤالين كده ترو اور فولس، تعالوا نفتكرهم مع بعض يا ولاد. هنا بيقول لك كان السؤال نمبر 4 ونمبر 5، هنا بيقول لك اللي هو the efficiency of the wind turbine can be increased by increasing the number of blades. الكلام ده صح؟ يعني انت لو زودت عدد البليدز ديت اللي هي الاذرع بتاعه الويند توربين دي، خليتهم مثلا 4 ولا 5 ولا زودت العدد، هل كده تبقى افضل الكفاءه بتاعتها الافشنسي بتاعتها؟ تقول لي يا مستر لا، حضرتك قلت لنا في الشرح لما كنا بنتكلم في الشرح بتاع الدرس ده كنا قلنا كده يا ولاد. When the number of blades decrease، لو قل العدد they rotate faster and the efficiency increase، وكفاءتها تزيد. ده لو عدد، لو العدد البليدز دي قلت، تقوم انت هنا تقول لي ان لو العدد زاد تبقى الكفاءه احسن؟ لا طبعا، يبقى السؤال هنا اجابته ايه؟ رونج. ومفروض طبعا ذا وين ذا ويند توربينز، هنا وين ذا افشنسي اوف ذا ويند توربين انكريز باي ديكريزنج، ان احنا نقلل. نمبر 6، ذا سبيد اوف ذا ويند توربين بليدز فاريز وذ ذا دايركشن اوف ويند موفمنت. سرعة الويند توربين يا ولاد بتتغير مع تغيير الدايركشن اوف ويند. طبعا مش احنا كنا قلنا ان السايد ويند، السايد ويند بتكون طبعا فاستر، الويند مايلز روتيت فاستر او الويند بليدز دي تلف اسرع اف ات سايد ويند، لو كانت الويند جانبية، لكن طبعا فرونت ويند نوت ايه؟ نوت روتيت فاستر. يبقى طبعا هنا اكيد بتختلف على حسب الدايركشن اوف ويند، اقول له ثرو. ده كان السؤالين اللي كانوا في الهوم ورك المرة اللي فاتت. تعالوا مع بعض بقى كده نشوف ليسون 4. ليسون 4 سهل جدا، كل الفكره يا ولاد ان هو شبه ليسون 3، بس هناك كنا بنتكلم عن الويند توربينز، النهارده هنتكلم بقى عن الووتر توربينز. يعني المرض الميه قلت لك انا ماليش نفسي، يعني ما انا كمان اقدر اجيب لكم الكتريستي، اعمل لكم جنريتنج للالكتريستي. طب هتعمل لنا ايه بقى يا ميه؟ تعالوا نشوف، نتكلم عن الفولينج ووتر. تمام، فولينج ووتر يعني المساقط المائيه، وطبعا اهميتها في اللي احنا نعمل جنريتنج للالكتريسيتي. بوت ترو اور فولس، يعني تعالوا نحط بقى علامه صح ولا خطا كده في الصورتين اللي قدامنا دول. توربين 1 بيقول لك اند تو ار يوزد ان جنريتنج او تو جنريت الكتريسيتي، صح ولا غلط؟ هتقولي صح طبعا يا مستر، سواء كانت ويند توربينز او سواء كانت ووتر توربينز. موافقين؟ موافقين طبعا. نمبر 2، توربين 2 uses the kinetic energy of water to generate electricity. توربين 2، تعال نبص عليه كده، فين توربين 2 اللي هو الويند يا مستر؟ uses the kinetic energy of water. water؟ لا طبعا، اكيد ويند يعني، صح كده. توربين نمبر 1 is used in places where there are strong wind to generate electricity. هل التوربين 1 used in places where there are strong wind؟ لا طبعا، هو ده موجود ده في الميه، ده يبقى رونج. بس طبعا يا ولاد الكلام ده يتعكس لو انا بتكلم على، لو عكست الرقمين دول، يعني مثلا توربين 1، توربين 1 لو قال لك توربين 2 اللي هو اللي هنا ده في الصوره دي، طبعا used in places where there are strong wind، اكيد ساعتها تبقى صح. فطبعا يا ولاد خلي بالكم، انا ممكن تكون الاسئله متغيره شويه عن المعاصر، انا لازم تكون انت متعود لاي شكل من اشكال الاسئله. بعد كده تعالوا بقى نشوف الجزء الجديد بتاعنا. بيقول لك يو هاف نو ذات ذا ويند كان بي يوز تو جنريت الكتريستي. انت عرفت الكلام ده من الدرس اللي فات، ان احنا نقدر نستخدم الويند تو كان بي يوز تو جنريت الكتريستي. موافق؟ موافق يا مستر طبعا، ودرسناها الحصه اللي فاتت. ناو وي ويل ستادي هاو ووتر كان بي يوز تو جنريت الكتريستي. برضو النهارده بقى هنتكلم عن ازاي الميه نستخدمها عشان نولد الكهرباء. فتعالوا نشوف عملوا ايه يا ولاد. اول حاجه بيقول لك ان الريفرز، الانهار يعني، flow downhill and during this process the gravitational potential energy of water converted to kinetic energy. براحة علينا يا مستر. طب ركز بقى كده معايا وما تسرحش.
بص كده. river flow downhill، يعني عندنا المساقط المائيه زي الصوره دي كده يا ولاد. الميه ماشيه في النهر اهي، مره واحده في مسقط كده، فالميه تبتدي هي كمان ايه تتحرك لتحت. طب فاكرين في المكان ده at height maximum height البوتنشال انرجي اوف ووتر از ايه؟ ماكسيمم طبعا يا مستر، احنا حفظنا الدرس ده. واحنا عند اقصى ارتفاع فوق الميه دلوقتي عندها الهايست بوتنشال انرجي، تسيبها بقى تقع كده وتنزل. ذا بوتنشال انرجي، بصوا بقى هنا فوق معايا بالقلم، بوتنشال انرجي اوف ووتر اللي هي دي كونفرتد انتو كاينيتيك انرجي، وتحولت لكاينيتيك انرجي. شكرا، دي اهم حاجه. فالكاينيتيك انرجي تعمل ايه؟ انت مجهز هنا توربين بقى كده، التوربين اللي بيدور ده اول ما الميه تنزل عليه. فايه اللي يحصل؟ that help to rotate water turbines to generate electricity، اللي بتساعد اللي هي طبعا تلف وتدور water turbines to generate electricity وتولد كهرباء. ان شاء الله تكونوا فاهمين، بس بصوا اللي جاي دي هتفهمكم اكتر كمان. تعالوا نشوف كده. بما ان الفكره دي ناجحه يا اولاد ومهمه، العلماء قال لك بس احنا لو عندنا ريفر زي مصر كده، النايل ريفر نهر النيل، هنحط عليه دام. يعني ايه دام؟ سد كده زي الهاي دام، السد العالي، في فتحات زي ما انتم شايفين كده يا ولاد، والميه بتعدي. طب ليه يا مستر؟ تعالوا نشوف. دامز ار بيلت، السدود بصفه عامه بتتبني اون ريفرز ليه؟ تو كنترول ذا ووتر فلو. ركز في الجمله دي. الميه ممكن تفيد يا مستر وتغرق كانت بتغرق زمان الكرة والريف فقالوا خلاص احنا هنبني الايه الهاي دام ده، السد العالي ده. ليه بقى تبنوه يا جماعه؟ قال لك تو كنترول ذا ووتر فلو، تتحكم في سريان الميه. موافقين؟ موافقين. وبعدين بالمره بقى، بالمره واحنا حابسين الميه كده، الميه هنا دلوقتي مخزنه هاي بوتنشال انرجي، مخنوقه، مخزنه طاقه اسمها هاي بوتنشال انرجي او بوتنشال انرجي يعني. فايه اللي يحصل؟ افتح لها بقى. هنا حاطين ايه؟ حاطين التوربينز ديت. اول ما نفتح الفتحات بتاعت السد دي محتاجين ميه، ايه اللي يحصل؟ الووتر انرجي اللي هي البوتنشال انرجي اوف ووتر تشينج تو كاينيتيك انرجي ويتش روتيت ذا توربينز اند جنريت الكتريستي. تمام كده يا ولاد؟ يعني الميه هتعدي باندفاع فيها هاي بوتنشال انرجي، فتعمل ايه يا مستر؟ تعمل تشينج انتو كاينيتيك وتش روتيت، تتحول لكاينيتيك اللي بتلف مين؟ توربينز اند جنريتنج الكتريستي، وتولد كهرباء. طيب كده تمام. فولينج ووتر بقى، بصوا بقى كده، تعالوا نشوف بقى مع بعض كده بالتفصيل بقى يحصل ايه. How can electricity be generated from dams using water turbines؟ يعني هو بيقول لك قول لنا بقى ايه اللي بيحصل بستبس كده بخطوات، تعالوا نشوف. نمبر 1، بصوا يا ولاد شايفين منظر الميه حتى في الصوره؟ شايفين؟ تحس طبعا ان الميه بتندفع بدرجه ايه؟ كبيره جدا. يعني قوه الميه عامله ازاي؟ تخيل انت حاطط هنا زي مروحه كده لازم تدور، صح؟ نسمع كده. The flow of water can be controlled to generate electricity، يعني عندك نهر او عندك بحيره او عندك مكان فيه ميه لازم تستغله ان انت can be controlled to generate electricity. ازاي؟ As dam the dam prevent the flow of water so the potential energy of water increase. طبعا انت بنيت سد زي كده قفل شويه على الميه، بس انا دلوقتي لو فتحت لها الميه دي هتبقى قويه جدا. اهي ده الكلام. So the potential energy of water increase. كمل بقى. نمبر 2، when water is released، يعني الميه دي لو سبتها تتحرك وتخرج، it flows through water turbines in dams، هتمر على التوربينات اللي احنا حاطينها فين؟ في الدام، زي ما كنت راسمها لكم فوق هنا. طب وبعدين؟ the flow of falling water، نتيجه سريان وسقوط الميه دي اللي هي الميه المساقط المائيه دي، help water turbines to rotate and generate electricity، هتخلي التوربينات تلف وتولد لنا ايه يا ولاد؟ كهرباء. وبعدين يا مستر؟ يلا نكمل. This electricity is sent through a long electric wires. طبعا الكهرباء بقى لما تتولد هات بقى يلا حوصها لنا في اسلاك، وطبعا تتحرك في long electric wires to places where it needed، الاماكن اللي محتاجه الكهرباء. And this type of electricity is called، بيسموه باسم ايه يا ولاد بقى اللي جايه من الميه؟ لازم تركز قوي في الكلمه دي لان دي هتتسال فيها. بيسموه باسم ايه؟ هايدرو الكتريك انرجي،
or hydroelectricity. مين هي الهيدروإلكتريستي؟ the electricity which produced from water falling أو water falls، يعني الكهرباء اللي بتيجي من المساقط المائي. تاني كده نقراها، اسمعوا كده. The electricity is sent through a long electric wires، أسلاك طويلة جدا، to the places where it is needed، للأماكن اللي محتاجاها. And this type of electricity، الكهرباء دي بيسموها باسم ايه اللي جايه من الميه دي، من الووتر توربينز، are called hydroelectric energy. هل ينفع دي تختارها لما يسالك على الويند توربينز؟ لا، دي تبع يا مستر الووتر توربينز. It's called hydroelectric energy or hydroelectricity. تمام كده يا اولاد؟ طيب what is meant by hydroelectricity؟ طبعا ممكن ما تجيناش بقى طبعا what is meant، ممكن تجينا بقى تشوز، تجينا scientific term. It is a type of electrical energy generated by water turbines in dams. تاني كده، هي نوع من الكهرباء، من الطاقة الكهربائية اللي بتيجي من الwater turbines in dam، عشان أو in dams في السدود يعني. عشان كده سميناها باسم إيه؟ hydroelectric energy or hydroelectricity على طول. طيب مستر، إحنا كده درسنا في الليسون اللي فات الwind turbines والwater turbines. How we can differentiate between them؟ يعني زي نفرق ما بينهم يا مستر. What is the similarities؟ Similarities التشابه. And the differences between the use of water as and sorry the use of water and the use of wind to generate electricity. استخدام المية واستخدام الرياح عشان نولد كهرباء. تعالوا نشوف. أول حاجة يا ولاد، the use of water to generate electricity. هنا المية وهنا الويند. What is the differences؟ الاختلاف بينهم إيه؟ تقول يا مستر ال water is used in places where dams are built on rivers. يعني أنا عندي river أو عندي source of water، يعني مصدر للمية، هبني فيه سد، ساعتها هقدر أجيب الإيه؟ الكهرباء. اسمعوا كده، فيها في الحالة دي water is used، بنستخدم المية، أما هنا wind is used. ده اختلاف أهو. هنا ال water is used in places where dams are built، في الأماكن اللي اتبنى فيها السد، أما هنا wind is used in places where it's strong wind، في الاماكن اللي فيها رياح شديده. ما ينفعش احط الويند توربينز دي او الويند مايلز دي جو وسط البيوت او بين البيوت، فين الرياح اللي هتجيلها؟ طيب يبقى الفرق الاول او الفرق اللي ما بينهم ان هنا water is used، اما هنا الويند is used. الwater is used in places which contain dams which built on rivers، في الاماكن اللي فيها سدود اللي مبنيه على النهر، اما هنا الويند is used in places with strong strong wind، اللي فيها رياح شديده. طيب ده الاختلاف. What about similarities؟ التشابه. Both are renewable energy resource. انت renewable energy resource وانت يا wind برضو renewable. Both of them operate turbines، هما الاثنين بيشتغل فيهم turbines. Both of them use kinetic energy. Both of them generate electricity. شايفين كم تشابه؟ احنا الاثنين بنستخدم الكينيتيك انرجي، الwind turbines و الووتر توربينز. هنا احنا الاثنين بنعمل جنريتنج للالكتريستي، شبه بعض. احنا الاثنين ار رينيبل ريسورسز، مصادر متجدده، الويند او الووتر. بوث اوف ذم اوبريت توربينز، هما الاثنين بيشغلوا توربينز، وفكره عملهم بتعتمد على توربينز روتيت. بكده خلصنا يا اولاد الليسون بتاعنا. تعالوا نشوف مع بعض السؤال ده. كومبليت ذا فولوينج ستيتمنتس، تعالوا او سنتنس. ويند توربينز، ووتر توربينز، hydroelectric energy. يلا مع بعض. Water flows through A in dams to generate electricity. المية بتمر من خلال ايه؟ اكيد يا مستر water turbines. لو انا بس هرقمهم هنا عشان ما نقعدش نكتب 1 2 3، احط هنا نمبر 2 اللي هي الwater turbines. The electrical energy generated by water turbines in dams is known as، الكهرباء اللي بتتولد من المية من الwater turbines in dams اسمها ايه يا مستر؟ اسمها hydroelectric energy. In places with strong wind، في الأماكن اللي فيها هواء شديد، مين اللي بتستخدم؟ أكيد يا مستر wind turbines اللي هي number one. يا رب نكون فهمنا درسنا يا أولاد، إن شاء الله موفقين، ربنا معاكم إن شاء الله. خلاص ناقصنا lesson number five. الشدة موجود تحت الفيديو في أول كومنت في القناة مستر ساينس على اليوتيوب. إن شاء الله موفقين بإذن الله، وتستمروا معنا بقى بإذن الله في grade five، وأكيد هيكون منهجكم جديد برضو. ربنا يوفقكم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.